بعد أن تراوح بين العمل برحلات طارئة وبين التوقف لعدة أسباب أهمها أعمال الترميم نتيجة الأضرار التي خلفتها الحرب، يستأنف مطار عدن الدولي عمله مجدداً، مستقبلاً مسافرين ظلوا عالقين طويلاً في مختلف الدول والمطارات. اليوم تم تسيين أول رحلة اليمنية إلى مطار عدن الدولي، وإن شاء الله خلال الفترة القادمة سوف يكون في تفعيل المطار بشكل ملحوظ وملموس. العائدون إلى أرض الوطن يخلفون وراءهم قصصا تعبر عن غربات اليمنيين ومهاجرهم، لكنهم الآن ورغم تعب الرحلة يعبرون عن مشاعر مبتهجة، بالإضافة إلى هؤلاء الرياضيين المنتمين للنادي العدني شمسان العائدين بانتصار يحسب لهم في ظل الظروف الراهنة. طبعا البطولة هذه كانت من أصعب البطولات علينا بحكم الظروف اللي تمر فيها بلادنا، وهذا شيء معروف، والحمد لله رب. الحمد لله، الواحد يرتاح أول ما يوصل، يرتاح مهما كان، طبعا يوصل بلاده يرتاح. العاملون في المطار يبذلون جهودا ملموسة وبإمكانيات متواضعة، لكن نشاط المطار لم يصل إلى المستوى المأمول في المدينة التي صارت عاصمة مؤقتة للبلاد، فما زالت الرحلات لا تتجاوز 3 طوال الأسبوع، وبوجهة واحدة من وإلى مدينة عمان التي تشكل ترانزيت إجباري لكل الوجهات التي يبتغيها المسافرون. كل الركاب اللي موجودين كله ترانزيت عبر عمان، فينتقلوا إلى مثلا المملكة العربية السعودية، إلى كوالالمبور، إلى أي مكان، كله ترانزيت يعني. وإن شاء الله في القريب القادم بيكون إن شاء الله تنزل الرحلات يعني. في صالة المغادرة المكتظة تنسج بدايات قصص التغريبة المعاصرة لليمنيين من مختلف الشرائح والأعمار، الباحثين عن العمل والعلاج، كذلك النائين بأنفسهم عن مناطق الحرب. حزينة جدا لأنني سأغادر هذا الوطن، الوطن الذي ما زال ينزف إلى حد اليوم من أجل دراستي ومستقبلي، وإن شاء الله سأعود. ولطلاب العلم تغريبتهم وأملهم في عودة يرون فيها الوطن أحسن حالا من وقت مغادرته. هنا مطار عدن الدولي، ما بين أول طائرة تغادر بعد التوقف الأخير وأعمال ترميم مستمرة لمعالجة آثار الحرب، يحاول المطار الرئيسي بالبلد أن يعود إلى نشاطه النوعي كأهم المرافق الحيوية للدولة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.